ان شاء الله. ده انا عندي كيلو لبن، عندك اي مقدار انت عايزاه طبعا حسب الكميه اللي هتعمليها فيها المخروطه. المخروطه دي عباره عن ايه؟ ولا حاجه، جبنا شويه دقيق حطينا عليهم شويه ملح وعجناها بميه، دي كده عجينه المخروطه، عجينه طريه. اهي دقيق وشويه ملح، ولازم انا مثلا عامله 3 كوبايات هنا او نص كيلو، لازم يكون معاكي دقيق بره كتير، يعني مش اخر نص كيلو تشتغلي بيه وده اخر معاكي كم، لا لازم يكون معاكي حوالي كمان كيلو دقيق على الاقل يكون مركون جنبك، عشان هنشتغل بدقيق زي الرقاق كده، بنشتغل بدقيق كتير. تمام؟ كل شويه بص بقى. طبعا على فكره الصينيه دي من الاكلات السريعه جدا، يعني هتعملي غدوه لو انا هعملها مثلا الصينيه دي بتاعه البيض بالخضار دي سريعه، او عايزه اعمل غدوه يعني غدوه سريعه جدا جدا. بصوا بقى انا كده ايه عملتها عجينه طريه كده اهو شايفين، وبعدين رشيت دقيق كتير، وبعدين ابدا اعمل كور كده قد بعضها. تمام، دي المخروطه سهله خالص وحاجه حلوه كده في السريع السريع، يعني بصوا ما فيهاش انا حتى مواعين كتير بقى ولا مصفى ولا الكلام ده، لا هوريك دلوقتي يعني مش هعمل لها البخار الميه ولا حاجه. تمام اهي كده، وابدا افرد. لا بص خدت منين، اخد من اللي ورا، ودي بقى اللي بفرده يكون كتير كده زي ما بعمل الرقاق كده، علشان ايه انا عايزاها رقيقه قوي. الدقيق اللي بفرده ده فوق وتحت ده بيخليها تفرد معايا زي الرمل، تخلي العجينه معايا ايه يعني الدقيق رمله يجري تحت العجين. اهي بصوا كده. طيب انا ممكن افرد معاكم بعد الفاصل. اوكي بصوا بقى انا بفرد الايه العجينه رفيع جدا بالشكل ده اهو، بصوا بصوا بمط فيها كده اهي بتجري معايا ازاي، انا مريحاها حلو. وبعدين ايه اللي بيحصل كمان، الدقيق اللي تحتيها واللي فوقيها كتير، كل ده هنعمل فيه ايه؟ اهو بص بحط دقيق ازاي حبه كتيرة كده كاني بعمل رقاق بالظبط. وبعدين وانا بقى بفرد اهي بصوا كده تبدا هي تجري معايا لوحدها العجينه اهي بالشكل ده اهي بصوا اهي، اخدها لاخرها كده اهي. الكوره بقى الصغنونه دي بتبقى بص وفرتها بطلع منها دي قد ايه اهي كده اهي اهي كده وفرت بزق كده العجين وانا بفرد اهي كده. بص بقى اروح ماسكه بقى كده وابدا اخرطها رفيع كده من غير مكنه ومن غير اي حاجه، هجيب بقى مصفه هي دي كده، انا احط اللبن يغلي على النار اللي انا هحط فيه الايه كده افرخة كده اهي حاجة هنا بقى كده اهو، بعد ما خلصت كل دي اللي فيها اهو هيبقى شوية بس مش مهم، انا هسيبهم فيها علشان ايه يعمل لي قوام للبن، يعني شوية الدقيق اللي هيبقوا في دول هتلاقيه عملوا قوام مع اللبن كده زي البليلة مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله. دي حاجة شتوي كده ايه سريع السريع، عايزه حاجه حلوه في ثانيه تكوني عاملاها. ماشي انا بقى بسيبها ايه تغلي اهو، بصوا اللبن بقى ياخد قوام ازاي، فده بقى بيتشرب حاجه كده شتويه زي الايه زي البليله اهو، بصوا بدات تستوي اهي بصوا كده اهي شايفينها